بعض الناس ما يتفنن في الدعاء بأسماء الله، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وأسماء الله على حوائجكم. أتحدى واحد يقول لي اسم ما في حاجة للبشر، صح ولا لا؟ كل أسماء الله مفصلة على حوائج الإنسان. الغفور يغفر لك، الرحيم يرحمك، الكريم يكرمك، الحي يحييك، القيوم يقوم على أمورك وشؤونك. بعض الناس أسماء الله ما له فيها، لكن أهل السبق يأخذون أسماء الله اسما اسما ويجعلون قبل كل اسم من أسمائه توحيده. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، والقرآن أشار لذلك في خواتم سورة الحشر، فقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك الله عز وجل أسماؤه كلها حسنى وكلها عظمى، لكن قد يجعل في اسم من أسمائه سر لمن دعاه به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسمع لدعاء بعض الصحابة ويقول لقد سأل هذا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. عائشة قالت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الجليل، بأنك أنت الله الجليل الأجل العظيم الأعظم الكبير المتعال. قال لقد سألت الله باسمه الأعظم. واحد من الصحابة مد يديه قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل هذا الله باسمه الأعظم. أنا بعطيكم الليلة فائدة، اسم الله الأعظم هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، خذوها مني. أنا تتبعت جميع الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم فوجدتها جميعها فيها لا إله إلا أنت، وهذا الذي اتفقت عليه. ثم بقية الأسماء بعد ذلك هي توجيه الأسماء للحاجة. فمثلا إذا أنت تريد الغناء، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني المغني مالك الملك ذا الجلال والإكرام أن تعطيني. تريد العلم، سألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت العليم الحكيم عالم الغيب والشهادة أن تعلمني. لكن يبقى عندك لا إله إلا أنت قبل كل دعاء، وهذا ما علمنا الله في قصة يونس بن متى. نادى في الظلمات إيش قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبعدها واستغفر لذنبك، الاستغفار دعاء بعد قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأصبح لا إله إلا الله هو اسم الله العظيم. ولذلك قال تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة توحيد أصلها ثابت في القلب وتؤتي أكلها كل حين، تأتي أكلها في الدعاء إذا دخلتها فيه، تؤتي أكلها في كل شيء. واضح؟ عندك من الأعمال المهمة جدا الذكر قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس، وذكر قبل غروب الشمس، أذكار الصباح والمساء. في أذكار الصباح والمساء أذكار تكتبك مع الشاكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يمسي وحين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة، أو حين يمسي اللهم ما أمسى بي من نعمة، أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، كتبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى شكر يومه، إن قالها في النهار
أدى شكر يومه، وإن قالها في المساء أدى شكر ليلته، يعني كتب من الشاكرين، كتبه الله من الشاكرين. كلمة واحدة، دعاء واحد. والله يقول وقليل من عبادي الشكور فاستبقوا الخيرات. إذا أصابتك مصيبة وقلت مرة واحدة إنا لله وإنا إليه راجعون، إيش يعطيك الله؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شفت كيف؟ لذلك هناك أذكار وهناك أعمال وهناك أحوال يحبها الله عز وجل وينال بها الإنسان الأجر العظيم الذي لا حد له. الله كلمة عرفها الخلق، لم يسمى بها أحد إلا الله، حتى الذين أشركوا به لم يستطيعوا أن يسموا شركاءهم باسم الله، فأنذوا اللفظة وقالوا اللات، كما أنذوا العزيز فقالوا العزى، وأنذوا المنان فقالوا مناتا، وجعلوا الأسماء المؤنثة شركاء لله. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الله هي كلمة، لكنها أعظم كلمة، لا يحصل التقوى إلا بها، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لا يحصل الإيمان إلا بها، لا يحصل الإسلام إلا بها. لن يدخل الجنة أحد لم يتفوه لسانه بكلمة الله. أركان الإسلام مبنية عليها. أول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فلو جاء شخص وقال أشهد أن لا إله إلا الكبير، أشهد أن لا إله إلا العظيم، أشهد أن لا إله إلا الرحيم، قلنا لم تدخل الإسلام بعد، حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله. الله كلمة لا يدخل الإسلام إلا بها، كلمة لا يوصل لمعنى التقوى إلا بها. واتقوا الله ويعلمكم الله، كلمة لا يمكن أن تعرف أسماء الله الحسنى إلا بعد أن تعرفها. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب بالحق. الله كلمة عظيمة ومعانيها عظيمة، فهي اسم الله الأعظم. رجعت لكلام العلماء في تحديد اسم الله الأعظم، فما وجدت دعاء دعي الله عز وجل به وشهد النبي أن هذا الدعاء فيه اسم الله الأعظم إلا وقد ذكر فيه اسم الله جل جلاله. فعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال قام رجل يصلي فدعا فقال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا هذا ربه بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وحديث آخر هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دعا الله فقال والنبي يسمع
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا هذا الله باسمه الأعظم. والحديث الثالث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، ما هو؟ فقال: التمسه في ثلاث سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه. فقام بعض العلماء فبحث فقال: وجدته. قيل: وما هو؟ قال: الحي القيوم. ورد في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورد في آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورد في طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. قلنا له: جزاك الله خيرا، أحسنت، ولك أجر واحد لأنك أخطأت، لأنه ورد في البقرة: الله لا إله إلا هو، وورد في آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، وورد في طه بعد قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، بعد قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بعدها ماذا؟ الله لا إله إلا هو. إذن اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو. لكن هذه مقدمة، وما بعدها حاجتك. فإذا كنت تريد علما قلت: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت العليم أن تعلمني. إذا أردت غنى: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني أن تغنيني. إذا أردت فتحا: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الفتاح العليم أن تفتح علي. فابدأ دعاءك بقولك: الله لا إله إلا هو، لأنها مفتاح التوحيد، ولأنها كلمة التوحيد، ولأنها الكلمة العظيمة التي لو وضعت في كفة ووضع الكون كله في كفة أخرى لرجحت بهم كلمة التوحيد. لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو كم مرة وردت في القرآن؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو كم مرة؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. يعلمكم الله اسمه الأعظم في كلمة التوحيد التي تدخلون بها الإسلام. فكلمة التوحيد هي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل بها أعطى. لو جاء رجل ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ما دخل الإسلام، ثم أخذ هذا الرجل يدعو وقد أشرك بالله غيره، دعا صنماً أو دعا بشراً أو دعا وثناً، ثم قال: يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد، ولم ينطق في دعائه بلا إله إلا أنت، هل يستجاب له؟ لا يستجاب لأحد حتى يمحض التوحيد. ولهذا وردت آثار في استجابة الله لدعاء بعض المشركين، لكن ذلك عند حال الاضطرار، فالله يستجيب للمشركين إذا اضطروا إليه، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إنه الله جل جلاله. ورد في الأثر أن مشركا طاف بصنم له 80 يوما يدعو صنمه ليشفي ولده: يا صنم اشفي ولدي،
يا صنم إيش في ولدي؟ 80 يوم، كم شهر؟ 22 يوم. وفي كل يوم ينادي صنمه، فلما كان اليوم 81 أخطأ، فبدلا من أن يقول يا صنم قال يا صمد مرة واحدة. يا صمد اشفي ولدي، فشفى الله الولد. فقالت الملائكة يا رب أشرك بك ودعا غيرك وما ناداك إلا مرة واحدة فاستجبت له، قال أليس بمضطر؟ قالوا بلى. قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ لا إله إلا الله. الله هو الاسم الأعظم. لماذا؟ لأسباب خمسة. الأسباب الخمسة، أولها أن هذا الاسم لا يمكن أن يطلق إلا على الله. هل تعلم له سميا؟ السمي المشابه، فلان سمي فلان اتفقا في الاسم، فهل تعلم لله سميا؟ اجلب التاريخ من أوله إلى آخره وقلب صفحات التاريخ، فهل تسمى بلفظ الجلالة الله أحد إلا الله؟ لا يتسمى بهذا الاسم إلا الله، ولم يتسمى به أحد إلا الله، ولن يتسمى به أحد إلا الله. طيب، ممكن واحد يعترض ويقول ما معنى وجود الآلهة؟ أليست هنالك آلهة متفرقة؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ فما هو مدعو بأنه آلهة أنث بتاء التانيث جمعاً وأنث فردا ليعلم العرب أن هذه الأسماء المؤنثات ما هي إلا أسماء اختلقوها هم وآباؤهم من دون الله ما أنزل الله بها من سلطان. تجدون الأصنام كلها مؤنثة إلا صنم واحد مذكر اسمه هبل، ومن الهبالة سمي هبل، ومن هبالة الذين يعبدونه. ويوم أحد جاء مشرك العرب قريش ومن معهم ليحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال قائلهم ارفعوا هبل، لأنهم جاءوا يحملون هبل معهم لينتصروا. قالوا ارفعوا هبل، فقال الصحابة يا رسول الله ماذا نقول لهم؟ قالوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. هبل، هم يقولوا ارفعوا هبل، حجر لن يرفع إلا لو سقط مرة ثانية، ارفعوا هبل، يلا ارفعوا فوق، ارفعوا هبل. فيقول النبي للصحابة قولوا لهم الله أعلى وأجل، الله لا يرفع مثل هبل الذي ترفعونه أنتم، الله هو الذي يرفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الله يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يرفع ما يشاء ويضع ما يشاء ويفعل ما يشاء، وهو على ما يشاء قدير. ارفعوا هبل، الله أعلى وأجل. الأمر الثاني أن اسم الله جل وعلا الأعظم أصل لأسمائه الحسنى، فجميعها نعوت وأوصاف له.
فتجد مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، بقية الآية كلها شرح للكلمة الأولى الله، عشر جمل كل جملة تتحدث عن لفظة الجلالة الله. الله ما هي صفاته؟ الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو يعني الله العلي العظيم. كل الكلام عنه، كل كلامه منه جل جلاله. ولا يوجد أعلم بالله من الله، ولا يوجد أعلم بالله بعد الله من رسول الله، فلا نقبل كلاما عن الله إلا من الله، ولا نقبل كلاما عن الله إلا من رسول الله. فلو نام نائم ورأى رؤيا وقال رأيت رؤيا أن الله صفته كذا وكذا وجاءني في المنام وقال أنا اسمي كذا وكذا، هل نصدقه؟ لو نام عمره كله لما صدقناه، إلا نصدقه في يقظته مع كمال عقله، فكيف نصدقه في منامه؟ فلا يصدق أحد في الكلام عن الله إلا من استند لدليل من القرآن أو دليل من السنة. اثنين، وهذه مسألة عجيبة، أن جميع أسماء الله إذا دخل عليها حرف النداء نقص الألف واللام منها تلقائيا. الرحمن كيف تناديه؟ يا رحمن. الرحيم كيف تناديه؟ يا رحيم. الكريم كيف تناديه؟ يا كريم. الحي كيف تنادي؟ يا حي. القيوم كيف تنادي؟ يا قيوم. الألف واللام مع النداء يذهبان إلا في لفظ الجلالة الله، كيف تناديه؟ يا الله، لأن الألف واللام أصل في الكلمة، فأصبح لفظ الجلالة أصل الأسماء، أصل الصفات، أصل التوحيد، أصل الإيمان، أصل الكرامة، أصل الهدى، أصل النور، أصل الخير كله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. آمنت بالله، آمنا بالله. الله، هذا الاسم سيصاحبنا بإذن الله ونصاحبه مدى الحياة. المسلم لا ينفك عن هذا الاسم البتة. كيف تصلي الأذان؟ الله أكبر الله أكبر، آخره لا إله إلا الله، بدأ الأذان بلفظ الله وختم بلفظ الله، الله أكبر في أوله، لا إله إلا الله في آخره. ابتدى بلفظ الجلالة الله وختم بلفظ الجلالة الله، الصلاة بدأت باسم الله بلفظ الجلالة الله، الله أكبر وختمت بلفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله. فالبداية منه والنهاية به، هو الأول والآخر. وإذا مات الميت ماذا يقول عند موته؟
يا فلان قل لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله غفر له. وعند مولده يؤذن في أذنه اليمنى الله أكبر الله أكبر، وتختم بلا إله إلا الله، ويقام في أذنه اليسرى الله أكبر الله أكبر، وتختم بلا إله إلا الله. وعند وفاته يقال له قل لا إله إلا الله، وإذا مات وغسل وحمل للمسجد قام الناس خلفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، ليكون اسم الله معه طفلا، ومعه في حياته كل يوم في صلواته، ومعه عند سكرة الموت، ومعه وهو مسجى قد حمل للمقبرة. لا إله إلا الله. عندما تأتي إلى الفلاسفة وبعض المتصوفة وبعض المتكلمين وتستمع لكلامهم ترى العجب العجاب. يقول الفلاسفة الله، هذا الاسم اسم الله يدل على ذات، وهذه الذات لا تعلم الجزئيات وإنما تعلم الكليات، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. أي عقل هذا؟ من خلق الجزئيات التي لا يعلمها الله في زعمكم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلما اعتقدوا أن الجزئيات تخفى عليه قالوا قد يخفى عليه كثير من أعمال وأقوال عباده، لذلك خلق الملائكة حتى يكتبوا آمنا بالله. هل الله عز وجل يحتاج لكتابة الملائكة لإثبات العلم؟ كلا، هو الغني عن الملائكة كلهم أجمعون، عن الإنس والجن، عن الخلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الملائكة أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا معشر الجن أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. غناه مطلق لا يحتاج لشيء، كان الله ولا شيء معه. فمن أوجد الملائكة؟ ومن أوجد الجن؟ ومن أوجد الإنس؟ ومن أوجد الموجودات كلها؟ إنه الله أوجدهم بكن ويعدمهم بكن. جاء رجل من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ وين كان الله؟ فين كان قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، ثم خلق القلم فقال اكتب، فانشق القلم من جلال الله، وقال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون؟ فكتب القلم في لوح محفوظ ما كان في علم الله وقد قضى، وما يكون مما يقدره الله، كل ذلك في كتاب مبين عند الله جل جلاله، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحانه، حتى جلستنا هذه قد كتبها القلم قبل خلق السماوات والأرض بأمر الله. وفي كل نفخ روح في كل مخلوق
يخرج من اللوح المحفوظ ما يتعلق بهذا المخلوق من أقدار الله، فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. وفي كل عام يخرج من ذلك المكتوب في ليلة القدر تقدير العام، وفي كل أسبوع في يوم الخميس يقدر عمل الأسبوع، وفي كل يوم مرة في المساء ومرة في الصباح تسجل الأعمال طبقا لما قيد في اللوح المحفوظ. الملائكة تتعجب، مكتوب في اللوح المحفوظ أن فلان ابن فلان سيصلي العصر في مسجد بني فلان، والمغرب في مسجد بني فلان، والعشاء في مسجد بني فلان، وسيفعل من الحسنات كذا وكذا وكذا، وسيأكل من الطيبات كذا، وسيفعل وسيرزق هذا مكتوب عند الله. ثم يقول الله للملائكة: اذهبوا فاكتبوا ما فعل عبدي وما قال، وقد كتب أصلا عند الله قبل مجيء الملائكة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو ما يشاء مما كتبه الملائكة، ويثبت ما يشاء مما كتبه الملائكة، وعنده أم الكتاب الذي لا يعرف الملائكة ما فيه، في لوح محفوظ حتى عن أعين الملائكة فلا تراه، لوح محفوظ لا يعلم ما فيه إلا الله جل جلاله. يأتي بعض المتصوفة المتأخرة المبتدعة فيجلس على الأرض ويرفع بصره للسماء ويقول: إني أقرأ في اللوح المحفوظ. سبحان الله، يقرأ في اللوح المحفوظ ماذا؟ بصره لا يستطيع أن يصل للسماء، فكيف يصل للوح المحفوظ فوق العرش؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ يعني في السماء الدنيا، سماء الدنيا، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فكيف يزعم هذا الذي بصره خاسئا وهو حسير أنه ينظر في اللوح المحفوظ؟ يأتي بعض إخواننا المتصوفون، طبعا هذا التصوف المبتدع ليس التصوف السني، لأن هناك تصوف لا يخالف السنة وهنالك تصوف يخالف السنة. فالذي يخالف السنة أذكر لكم من نماذجه ما يزعمه بعض المتصوفين، يقول: إذا أردت ذكر الله فلا تزد على لفظ الجلالة الله 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 الله، هذا الذكر هو أفضل ذكر. طيب، هذا الذكر هو أفضل ذكر، أن تذكر الله باسمه المجرد الله الله الله؟ ما الدليل على ذلك؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل ورد في القرآن أمر بذلك؟ هل ورد في السنة أمر بذلك؟ هل صح عن النبي أو عن أحد من صحابته فعل ذلك؟ يقول لك: لا، هذه من الولي الفلاني، رآها في منامه. وتأتي طائفة أخرى تقول: لا، نحن وجدنا ذكر أحسن من هذا. قالوا: وما هو؟ قال: هو. سبحان الله. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الله قال هو الله، فقدم هو على الله، إذن قال لله أحسن من هو. أي ذكر هذا؟ ما معنى هو؟ يأتي طائفة أخرى تقول لك: لا، هذا متأخر، هذا ذكر، نحن توصلنا إلى ذكر أحسن. قال: وما هو؟ قال: إلا أنا، إلا أنا. عجيب، إلا أنا، إلا أنا، لا إله إلا أنا فاعبدني.
بدل الله قالوا أنا، فتجد يهتز إلا أنا 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 إلا أنا، ويزيد سرعة حتى يعتقد أنه هو أصبح الله، كما هو حال الحلاج. يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا توحيد يا جماعة، والله شرك، هذا شرك أكبر. أنت الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. سئل الحلاج وشيخه ابن العربي قبله، قيل له أين الله؟ طبعا هذا السؤال سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم جارية، ترى الجارية أعلم منهم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه عتق رقبة، قال يا رسول الله، الله يقول رقبتي مؤمنة، هذه رقبة بس لا أعلم هي مؤمنة أم لا، فانظر يا رسول الله اختبرها، شو مؤمنة ولا لا، فإن كانت مؤمنة اعتقتها، وإن لم تكن مؤمنة جبنا غير، الحمد لله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية يا هذه أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء ولم تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، ما تكلمت بلسان ولكن مدت أصبعها للسماء علوا لله جل جلاله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه الجارية خيرنا وذلك الذي يقول ما في الجبة إلا الله، الله في الجبة، حسبنا الله ونعم الوكيل. ألقيت محاضرة في الرياض في سجن الملز، كنت ألقي لهم دروسا، فكان رجل سجين من إحدى الدول العربية، وكان هذا الرجل يعتزل الناس، يعتزل المساجين ولا يصلي معه، فقالوا هذا الرجل لا يصلي معنا ولا ندري هو عنده دين آخر للإسلام، نريد أن تفهم منه يا شيخ. ناديته قلت لما لا تصلي مع الناس؟ قال هؤلاء جميعا صلاتهم باطلة. قلت لماذا؟ قال لأنهم يعتقدون أن الله فوق السماء وأنا أعتقد أن الله معي هنا، فأنا أعبده وهو قريب وهم يعبدونه وهو بعيد، فأنا مؤمن وهم كفار. شوف العقيدة، آمنت بالله. قلت له طيب أكرمك الله، وإذا دخلت إلى دورة المياه فماذا يفعل ربك؟ أيدخل معك أم لا؟ قال لا يدخل معي دورة المياه، يبقى ينتظرني عند الباب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت له طيب أبوك وأمك أحياء؟ قال نعم. أين هم؟ في الديرة. طيب ألهم رب؟ قال نعم. أين ربهم، معك أو معهم؟ سكت. إن قال معهم تعددت الآلهة، وإن قال معي كذب، إذا ليس معهم شيء. فبهت الذي كفر، قال يا شيخ أحججتني. قلت له إذن اعلم أن الله عز وجل قد استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأعطيت محاضرة عن علو الله عز وجل وعن معنى معية الله الذي تشابه عليه، وبعد ما انتهيت من المحاضرة وقف هذا الرجل وأعلن الشهادة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، واليوم أنا أصبحت مسلما، من قبل لم أكن من المسلمين، الحمد لله. إذن لفظ الجلالة الله، عندما تستمع لكلام المتكلمين تسمع العجب العجاب، لكن ارجع للقرآن فليس في القرآن سورة إلا تعطيك معنى الله. أهم سورة فاتحة الكتاب،
الذي يقرأها يعرف معنى الله ولا لا؟ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه كلها تعريف بالله جل جلاله. لذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال: وما القرآن إلا كتاب تعريف بالله جل جلاله. فمن وضع سؤال قبل كل سورة من هو الله، لوجد السورة تخاطبه وتعلمه من هو الله. جاء قريش العرب، بعض قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، عفوا، قالوا يا محمد، نحن لا نعرف الناس إلا بأنسابهم أو بأبنائهم، هذا فلان أبو فلان عرف به، وهذا فلان ابن فلان عرف به، فانسب لنا ربك، أعطنا نسب ربك، يرجع أي من أي قبيلة. العرب شي عود ربك، مجتمع قبائلي، هل هو قبيلي ولا لا؟ أنسب لنا ربك. شوف العرب كيف كفرهم. النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة الكلام هذا ما قدر يجاوب، فنزل جبريل، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. ما معنى أحد؟ الله الصمد. ما معنى الصمد؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الجواب. جميع القبائل يلد ويولد، فلان ابن فلان ابن فلان، وفلان بنت فلان ابن فلان، لكن الله لم يلد حتى يقال أبو فلان، ولم يولد حتى يقال ابن فلان، ولم يكن له كفوا أحد. ما في أحد يشابهه ولا يكافئه ولا يماثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله، كتب الكلام عندما تتكلم عن لفظ الجلالة الله، وكتب أهل العلم يختلفوا في معنى الله. ما هو معنى الله؟ نختصر، معنى الله قيل مشتق من الإله، والإله له ثلاث معاني: المعبود، المحبوب، المخاف منه، المرجو. معبود، محبوب، مرجو، مخاف منه، هذا هو الإله. ولا إله تتصف فيه هذه الصفات إلا الله. ما في معبود، محبوب، مرجو، مخاف منه إلا الله. تجد معبود، محبوب، غير مرجو ولا مخاف منه، مثل أصنام الكفار. عمر بن الخطاب قال: ما كنت أسافر سفرا إلا وأصطحب معي صنما، وذات مرة لم أجد صنما، فعمدت إلى زادي تمر فطحنته وصنعت منه صنما وجعلته خلفي على راحلتي. قال: فلما سافرت جعت، فقلت: يا صنم اطعمني، فلم يجبني، يا صنم اطعمني، فلم يجبني. قال: فالتفت عليه فاكلت نصفه. لو خايف منه ما اكله. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قبل اسلامه قال: كان لي صنم في الجاهليه، فجاء ثعلب فبال عليه، فغضبت وغسلت الصنم وجعلت سيفا في عنقه، وقلت: إن جاءك الثعلب مرة أخرى ليبول عليك فاضربه بهذا السيف. فجاء الصنم فبال عليه، فجاء أبو ذر فوجد البول يتقاطر على السيف والصنم. قال: فأخذت السيف وضربت الصنم به وشتمته بقصيدة: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. إذن لا إله، لا معبود ولا محبوب ولا مرجو ولا مخاف منه إلا الله. لا إله إلا الله. بهذا انتهى الوقت، ومعنا هذا الاسم في كل يوم قبل كل اسم من أسماء الله، لنعرف العلاقة بين هذا اللفظ الجلالة وبين الاسم الذي سنتحدث عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.